مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن مع الدرس الرابع من مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بعنوان المخططات البيانية والصيغة الحسابية والدوال. الدرس الرابع، أهداف الدرس أن يقوم الطالب بتصدير جدول البيانات إلى ملف CSV، أيضا أن يقوم الطالب باستيراد ملفات CSV إلى برنامج مايكروسوفت إكسل. لماذا نستخدم ملفات CSV؟ ملفات CSV مدعومة على نطاق واسع من التطبيقات، كما أنها تسهل نقل البيانات بين التطبيقات، بمعنى أن هناك من العديد من التطبيقات تستطيع قراءة ملف CSV مثل برنامج MySQL، أنظمة إدارة قواعد البيانات بشكل عام، وبرامج إدارة جهات الاتصال مثل برنامج الأوتلوك، وبرامج النصوص العديدة PDF مثل الأدوب أكروبات ريدر. نستخدم ملفات CSV لأنها تحفظ كميات كبيرة من البيانات بحجم ملف صغير، مما يؤدي إلى سهولة الإرسال عبر الشبكة، بمعنى إذا كان لدينا ملف حجمه 15 ميجا، إذا قمنا بتحويله إلى امتداد CSV سوف يقل حجمه إلى أقل من 2 ميجا، مما يسهل إرساله عبر الشبكة ويسرع من عملية الإرسال. المهارات العملية، وهو كيفية تصدير ملف الإكسل إلى ملف بامتداد CSV حتى نتمكن من قراءته على أنظمة إدارة قواعد البيانات أو الأدوب أكروبات ريدر أو الأوتلوك، مما يمكننا كما تعلمنا من تصغير حجمه، مما يؤدي إلى سهولة إرسال الملف. إذا كان لدينا هذا الملف وأردنا أن نصدر هذا الملف بامتداد CSV، ما علينا إلا الضغط على قائمة فايل ثم الضغط على سيف أز، ومن فايل فورمات نختار امتداد CSV كما نرى، ثم نحدد المكان الذي سيتم حفظ الملف فيه. هنا اسم الملف، استخدام التكنولوجيا في حياتنا، إذا أردت أن تغير اسمه ملف بصيغة CSV، إذا أردنا أن نغير مكانه إلى سطح المكتب مثلا ثم نضغط على سيف، الجزء الآخر وهو عملية استيراد ملفات CSV من تبويب داتا، نذهب إلى From Text ثم نختار الملف الذي حفظناه من قبل بصيغة CSV كما نرى، ثم نضغط على Get Data إذا كان الملف تم حفظه بشكل كامل دون أن يفقد أي أجزاء من البيانات، سيفتح معنا كما تم حفظه. أما إذا كان فقد جزء من البيانات سيفتح وقد فقد منه أجزاء من البيانات، فيرجى مراعاة عند الحفظ أن نتأكد أنه تم حفظه بشكل كامل ولم يتم منه فقد أي جزء من البيانات، ثم نضغط Next ثم نضغط Next مرة أخرى، في النهاية نضغط Finish. هنا يطلب منا الشيت الذي سيكون فيها هذا الملف، ممكن أن نضغط على New Sheet ثم نضغط OK. نهاية الدرس أعزائي الطلاب، أذكركم بما تم دراسته اليوم، وهو أن نصدر جدول البيانات إلى ملف CSV،
وأن نقوم باستيراد ملفات الـ CSV إلى برنامج مايكروسوفت إكسل. تعلمنا أيضا أن ملفات الـ CSV مدعومة على نطاق واسع من التطبيقات، وتؤدي إلى سهولة نقل البيانات بين التطبيقات. والتطبيقات التي تدعم ملفات الـ CSV عديدة، مثل أنظمة إدارة قواعد البيانات وبرامج إدارة جهات الاتصال مثل الأوتلوك، وبرامج النصوص مثل برامج الـ PDF مثل الأدوب أكروبات ريدر وغيرها من البرامج. لماذا نستخدم ملفات الـ CSV؟ لأنه يحفظ كميات كبيرة من البيانات بحجم صغير، مما يؤدي إلى سهولة الإرسال عبر شبكة الإنترنت أو عبر الشبكة بشكل عام.